الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. إلهي سبحانه وتعالى وليا لهم حزك له وحان وحير كتابا دون ناس إذا محاضرة أيتهاي سلف كي رضوان الله عليهم إيوه قيام الليل كا. قيام الليل وإستاق هبينكي مركا في صومالي لغدقو هبينكي أو صلاة لو إستاقو وحاك رؤو لغمق عابا تهجد. تهجد كنا وحاوي قفك هرددك صوكعة أو إستاقة صلاة سداس أي المتهجد أي علماء اللقظ كتل مامين أو وحي راهدين. التهجد بالقيام من النوم سيدا سيدهن الكتاب عينتا هاي قرآن كفصيري مجاهد يا علقمة يا أسود يا غير كوضبة. التهجد بعد النوم وحوي صوكعتان قفك وصوكعه هردك هدب أو سلاد أو استاغه سيدا صدرت هذا وحال أورانكرا تهجد لقمت الماميو هدال صيحا معها تهجد يعني قيام الليل وسوق لكرا وحي عشها كالضنبية. لكن تهجد كإلهي سبحانه وتعالى وفري النبي عليه الصلاة والسلام تذكى مسلمين تانا ألا سبحانه وتعالى سنة أجدي أهدتك الصالحين تا الضومديسا ألا سبحانه وتعالى وعبادي استهبينك وتهجد بعد النوم مركي سحلان كذب إن يهردد نفطه ذكسو توسيان هردد مركي معانيد نفطه ذكسو قويان أي كسو كعان فراش كو ذيقوشو ذا سي ألا سبحانه وتعالى أهر استاغان أبريان ألا سبحانه وتعالى ساسا يا وحاك تسيني سقوشا إناني دين عقوق بنكرين آيات دكالة أو كجرته سورة ألف لاميم تنزيل أما سورة السجدة ألا سبحانه وتعالى وليهي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وضمعا ومما رزقناهم ينفقون. ألا سبحانه وتعالى تلمام القوشة إناني دين عوض قبان كرين أو أما هنغط علماء قاركوت سيكوف السيرين مغرب ككدب إناني عيشة صلاة هردة أدك دقيهين اي تكنيان اما هنقطو ان ينغوغوشا كنغان كرين او مركي ساحدان كدب او ددكو غريوهودا اادان اي هرددا اوغو جيل يهن اي هرددنا اوغو معانت هي رغ يا دمر با اياني غوغوشا قوان كرين او ايغ يا غوغوشي وها كدخايا اس افغران وا جفوة. الله سبحانه وتعالى وحكمت تجافى جنوبهم جفوة وحلا لبد قف مركي اس قبان وايان وين اس افغرانين marka qofkan dhinac ciisa muuminka ah ama gabadhan muuminada iyo gogoshu isma afgaranaya safgaran waa ba ka dhaxeeyo kuma macaansanayo way wax ka macaan ayuu dareemaya maxay tahay wax ka macaan hurdada oo uu rabaa inuu u tooso waxa weeye allah subhanahu wa ta'ala munaajatkiisa allah subhanahu wa ta'ala in hor istaago oo yad'uuna rabbahum sidu allah subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay yad'uuna rabbahum خوفا وطمعا عفسي أي الله سبحانه وتعالى كقبان عذاب كيس يا عرديس بكبقيا دنوبته ذي كبقيا سأصدرت أي الله سبحانه وتعالى رواني هورستاجا وحي روان ويدي سنيا ويطمعيا نحرستيس يا جنديس الله سبحانه وتعالى. وأنا كان الله سبحانه وتعالى آية ذكر لو كنت الماما يري ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلهي كبريا إذنكو رجينيا نحاريستيسا إيا جنديس إذنكو كبقيا وكعب سقب وكول ولسن نارتيسا
دتك مؤمنين تاني وددول ولسان سيدوضا قلبي قوضو ددول ولسان يهيوي ألا سبحانه وتعالى سلوكو تلمام والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون ألا سبحانه وتعالى سيدوهيري ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون مشفق ودول ولسان عفصنا يوهي سيدو ألا سبحانه وتعالى كقور رمي آخرا مركي تقانو جنة قلان إن إليهن إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بلو وحوي مرك ولا ليال تهجد أما قيام الليل وحوي الصلاة لو استاغو لتاغي ما لدو لفرديو لو تاغي هاي أو لتوكنيو أو هبين كي لتوكنيو أو قرآن كينا لآخرين أيو الله سبحانه وتعالى لو عبادي سنة كلام كيسي أخرين تيسي كعل علين تيسي فهم كيس وقال سبحانه وتعالى قرآن كقاب كالله أخرين ينا أشيغي أو أه قاب ترتيل ترتيل ترتيلكو ورتل القرآن ترتيلا سترتيبة وعلى مهل وكلمة والبهل قران كرو ماشي كسو بحضي ماشي كل عيسو يسو فريسان يسو لفهم كرو أيالا يرهضا ترتيل قاف كاسو يمركا قيام الليل كا مقصود كيس اللوجيدا وصلاة لتوكنيو هبينكي وحي كاد بلوضع عشاء قفكو مركو ساحد وكاد بصوكعو أن قرآن كانو أخرينيو اون تاغين يهي ألانا سبحانه وتعالى درتيس او تاغين يهي وحكا لآن آهين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إلهي سبحانه وتعالى مركا أرن كساسة وحو أبلن قاضي وحانو دادك كلا أبلن قاضي ألا سبحانه وتعالى وحاس وحاوي قرة عين إلهي سبحانه وتعالى أقريي جنة أكوه أبال قدو محاد عاي وحيسو استاغن هبين كم مركا دادكو أي هردين أي هرددو كم عن سنين أعرريين هرددا أي إلهي سبحانه وتعالى أي استاغن هرددو دي كتاغن قوغشو دي كتاغن ninku wuxuu ka tagayaa haaskiisi oo jacala oo gogosheeda jiifay ayuu ka soo toosaya gabadhu ninkeedi ay jacalay oo gogosha ay la jiiftay dugaalkii ay ku jirtay iyo bustihii ay huwanayd ayay ka soo dhaxbaxaysaa kaas ilaahi subhanahu wa ta'ala tawasiisato allah subhanahu wa ta'ala istaagis surtoobi karto inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala qofka saasu celiyo arinka وإلهي سبحانه وتعالى آتك وقو أبال قدي أرنكا وحوي ألنا سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين تا أفر يسقار ويري إن لا ترتم سبون كو واجب يلين فرلنا كقدقن ألا سبحانه وتعالى وحوي وأرن امتحانه أضقوي الصلاة بالليل والناس النيام أي النبي عليه الصلاة والسلام حديثتي سآذ قبضان لي النبي عليه الصلاة والسلام حديثك كواد صد حديث من كسو قادنين وكو حصيه نبي عليه الصلاة والسلام صلاة بالليل والناس النيام إن يتهي شيء آذ أفضل البضن وقف والبآن قاري كريم قف والبو مؤمنة يقور والبو مؤمنة نو والبو أرضية يقف والبو أرضية وطالب العلم إنو كد داله نلوشي سبلو قيدة إنو كد داله إنو نفتي سكل ليليه وكد تببره إن يبرته هبينك إن كأتكاتو دانا يهبينك كأتكان شيطان كان كما أتكان كرتو نفت هذا كما أتكان كرتو نفك طالب العلم أما داعي هدانو بلوغ النرشيسة كتب برن سلاة الليل إي قيام الليل وحا آيادهن تصيان أحاديثتنا نبريان إنانو كأت كان كرن نلوشا نفتي سئي الشيطان إنانو كأت كان كرن وحين تصينيسا شهواتك أدون كرن إنانو كأت كان كرن وحين تصينيسا عدوغيس إنانو كأت كان كرن وحين تصينيسا إلهي سبحانه وتعالى عون أدق إيوه قرقار أدق إنانو كهلي كرين هدانو حرير للهين ألا سبحانه وتعالى قارة أولي بهبين كي هدانو للهين آياتك قرآن كينو هدى آخرين أي سورة المزمل إيوه آياتك إلهي جنة سبحانه وتعالى وقابل قد سورة الذاريات إيوه آيات ألا سبحانه وتعالى النبي سورة الإسراء وقبل القاضي ساسي إن تسينيه
صدح حديث النبي عليه الصلاة والسلام وشيء قيام ليلك وحوي ما لين ما المها كم إذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد أورنا يا أبي مالك الأشعري نلا يا صحابية وحوي النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة إن في الجنة لغرفا جنة قريو أي يلب غرف قريو وياه قريو آد وقرح بضن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قريها بناك بركة جود قدها واد أركيسا مرايض يلول وحوي قريها آد وقرح بضن أو آد قدها كأركيس ويحي كجرا بناك بركة جوكتنا ويرى باطن ظاهرها من باطنها قدها دي بد مركة جوكتنا آد أركيس بناك وحي الله دد قدها جوكت بركة سلية وصحابت رضوان الله عليه لأن قرية نجحة هي قرية روضها هي قرية ما رتي بل هي قرية لجسمية أركيان الدنيا ده. قالوا لمن يا رسول الله لمن هذه الغرف قرية هاس يا إسكاله رسولك الله النبي عليه الصلاة والسلام صدح الرماد بكوشة قد جيسته لمن أطعم الطعام لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس النيام صدح واسكله بويري صدح صفو ضدك كسفو به رقي يضمر وحيهين ايا قريها اسكله وضدك راشنك قودية ضدك وحسيان ويقوديان مرتي ايو صعوتو ايو قف مسكيني ايو قف باعان ايو قف مرتي قري راشنك آد بي اقوديان افورينتا ايو رمضان نضا ايو غير كذبا هذا الكود نوى وناجيان أطاب الكلام هذا الحن وجرح له كما صابحه مع عيتمان ما أفحما ما وهذا المعان وناكسن بيكوها الله وحسان وطيبة ها هذا كذا كمدران قفنا هذا كمدرو هذا الحن مشاغه أفكي سكاء ذكي عرب كي سكاء ذكي هاي لمن أطاب الكلام وهلا يا كان هذا القروح بدنا هو فن بكوها الله وصلى بالليل والناس النيام هبين كينا تكذي يدو ددك هردان حلق ددك هردان تاس ايا حوجيني سئنا لان هاي صلاة الليل كاما قيام كاما تهجد وصوكعتان هردك كدب هذيك لاتو امتحان كمجرو اضايقنا كمجرو فقو على انو الساحضه لكن هردو كصوكعه استقو الهي سبحانه وتعالى وحاكتي سيال الحيرين ايا اورو حديث كاللباد نبي عليه الصلاة والسلام وحاكورين ايا عبد الله بن السلام عبد الله بن السلام صحابي قاصة علماء اليهود كم إذا هاسون الإسلام وحي النبي عليه الصلاة والسلام مركو مدينة يمي ضدك أي إن جفل الناس إليه ضدك بأصوى كعاي ويكسوا الددين مرك يكسوا الددين أيان أنا وانا صوى كعاي وان فيري ضدك باللهد لاي وجه قيسا فيري فعرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب وجه قيسا وحن قرطيوي لو أنين عالم وكتبتي هروح كي يقان وجيسو إنانو بين لو أهين أيان فهمي بويري مركاسو هذا الكي قهري دتك كويري وحوها أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بسلام أيها الناس دديهم دقيست أو مغل أفر الرموت بلدين شيغي أفشوا السلام سلامت في دي سلامت وحكينيسا محبو هذه ضدك ولا لا مسلمين تا استجعلان بكينيسا كالقعل بكينيسا حمانتي يدبكي عداودي بيميشة كالساريسا ضدك وديسا سلامان كلي يقول وحبك وضع هذلين وحكم رنسين حتى يقول كوضع هذلين وديسا سلامان كلي وحاوي ضدك نبطبا إلهي دحدق يا كالقعل أفشوا السلام وأطعموا الطعام راشين كان قوضية وحديث كاللباد وكحو سنتها أطعم الطعام وصلوا الأرحام قرابة حريرية وصلوا بالليل والناس النيام هبين كيتو كذا مركة دتك هردان تدخل الجنة بسلام حديث كصدحة النبي عليه الصلاة والسلام عليه حديث لرويه ثلاث درجات صدح الرمان ودرجات كر إلهي سبحانه وتعالى وماذا وجنة كر وقاضه درجات كذا محيطها إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام وحوي صلاة ذهبين كي وجدت كتكدان إلهي سبحانه وتعالى درجاتك وذكره وقضاء
راشنك ويقوديان صلانت ويفيديان إلهي سبحانه وتعالى سداس القرآن هو حسدتك قرة عين قارة إنه إلهي سبحانه وتعالى أوصينا نبي عليه الصلاة والسلام سنة سوى حكم ذاهي ما لنت الجمعة صلاة فجر وحكوتو كنجري لبس صورة ضد أو كسوغن نبي عليه الصلاة والسلام إنه لازم يجري سيدة أنس رضي الله عنه أولي هاي كما تجي جنبه النبي عليه الصلاة والسلام سورة الساجدة ألف لام ميم تنزيل إيوه سورة هل أتى على الإنسان سورة ألف لام ميم سجدة إيوه سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر الإنسان لبدا سورة ضد علماء وحي الهدن محو النبي عليه الصلاة والسلام لبدا سورة ضد وقلت كنجري صلاة الفجر يوم الجمعة ما نهت الجمعة هرتا أولا حن أقنى هاي الصلاة ده. صلاة أغفض لبضن صلاة أغفض لبضن على الإطلاق وصلاة فجرك وجماعة اللي قلت كذو ما نهت الجمعة أفضل الصلاوات وي. صلاة أغفض لبضن وهي صلاة حيال صلاة الفجر صلاة ويكتل ما منت وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وحيرا علماء صلاة فجر يعني ومشهود ملائكة إلهي سبحانه وتعالى أياك قيب قليس أوه كمرخاتك عيسى صلاة فجر مركيسة وقتل ما منتهي صلاةها أيام مالنت جمعنا مركي دعضم مالن جمع أيام مالنت جمعنا مالمه وقفض لبضنته مالمه وقفض لبضنته يوم الجمعة أفضل الأيام وعيد مسلمين ومالنت إلهي سبحانه وتعالى أمضا وأقريي كان الدوفيي يهودي نصارى لقى الدوفيي محايل وين نقد ضبيان النقد جمع هذا مر كان عيد إن أيتها هاي وفصح إن أيتها هاي وما ننتهى إن عيد إنه أيتها سوء إيمانه إنه يهود ونقص ضبيسا وصفت أحدنا ونصارى وقص ضبيسا مر كان النقد وقدم بين الزمن أهان وكان ضبينا ساس درت النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون نحن الآخرون زمن أهان النقد ضبينا لكن حق فضلك يا جنده انا وهر رينا ما نتي جمعنا اساسا وهر مرني وان فسحا وهر النبي عليه الصلاه والسلام لبدا سوره دود مركا وعيرا علماء وحو توكن جري ارتا ما نتي قيامه اني كعيسو ما نتي جمعه اي احاديث تكون سغن وعرب النبي عليه الصلاه والسلام لبدا سوره دود با قيامها وا لو شيغيو اني حس ددك حسوستان اخره اني حسوستان لبدا ايادود با لبدا سوره دود با اخره وي كهدليانو اخره اي وحا جره جنة إيوه نار وحجرة إلهي سبحانه وتعالى وقتل ماما ياءه مدولبة جنة نوالقفها فهي وحبالك غشيغي نارتنا حبالك غشيغي لبدا الصورة دوت مدولبة إلهي دادك مؤمنين تا إدقال دا بوكوسي فيه عمل كود وقلنا قل إلهي سبحانه وتعالى أضعصن هبينك تكنيسة إلهي بريسة أخو شعصن أخو ضعصن ويقولنا قل إلهي سبحانه وتعالى بيني سيء وكوكا لو ذوي فاسقين تايو فاجرين تايو كفرانو مرغدك مؤمنين تانا ما دام قيامة دين السود لو دهي جنة دي ايا نارتنا الباب بدو دي لصوفري وحال الليه دادك مؤمنين تاكو بيرا اوه حصوصتا لبدا السورة ضدبا قيام الليل كإلهي سبحانه وتعالى وكو حصي وحيالها جنة دا لقو كسبضو لبدا السورة ضدبا إلهي سبحانه وتعالى قرة العين كأهوين ايو اما اقريي دادك مؤمنين تا اصحاب الليل هبينك صوكعة لبدا سورة ضدبا إلهي سبحانه وتعالى وحصي آد بينا وحصنتا أدين وحي يركق هذا أنه مثلا أين لقيسنه أين فيرنه آد تأملنه محال النبي عليه الصلاة والسلام لازم يجري وأهل يجري سيدة إلهي سبحانه وتعالى وحصي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين لبدا السورة دوت بوحا كحسن إن إله سبحانه وتعالى إنسان كأو أمي إنسان كان وحا لأبوري مالين تجمع الله سيدة إله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام نوغا شاغي أو مالين جمعاء يا نبي آدم عليه السلام لأبوري مالين تاسانا جنة لغسو ساري ما أنت سان قيام ذو كعيسى وما أنت الجمعة ذا فضل هذا كمثل ثم الذي خلق وخلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون عن أركي إن الله سبحانه وتعالى إنو ضدكاس لنعيضوا ذهبين كي أي كسو توسين أولي الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حال كوذيب فصيري الله سبحانه وتعالى نصفيه سببتنا ونوشيغي أو يدعون ربهم خوفا وطمعا إلهي سبحانه وتعالى أي سبب قلنا إني كبقيان ألنا كرجين إيان جنو وحي أهيستينه وحبي كنفقين إيان ساس درتد با إلهي سبحانه وتعالى وحي أقابا القدي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مركع علماء القارك ذو حليهن ذاتك أهل الليل كإلهي سبحانه وتعالى قرة عين أي كفرحان أيما لنت قيام ألا سبحانه وتعالى أقري وأن عدنا أرق أي ألا سبحانه وتعالى سينيا
او جنه الله سبحانه وتعالى او قريه ما دام يغنى هبينك صلاتو اي قرينين او اي ددكو هردتو كنين او الهي بريين او سوجيدين او هرددودي معانيد اي غوغوشودي اي راحدودي او تاغين ايا الهي سبحانه وتعالى تاسو ابال غوده سوره دلباد لفت نفس الشيء الهي سبحانه وتعالى ساسو كلا ايوك حسيا وانكو ارغني الله سبحانه وتعالى حليا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى الله سبحانه وتعالى أكيراهده إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إله إلهي سبحانه وتعالى جلاله سيادة رماه أهشه وإلهي سبحانه وتعالى جنده سيحررته سكوه إيه اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا قلب يا صباح وإلهي حس هبين كينا وقت الدير إلهي أسجود أو أسجد أو أكا مركا ذلك مؤمنين تا إلهي وعكس فيي إني قرآن كأسجدان إني سجود دير ليهين إني قيام دير ليهين ويتاقينهين إني ركوع ودحيان إنتا سيني هبين كوضا كبحيان سيدا يرى هذين علمضوا إلهي سبحانه وتعالى مركا أليهي يعني والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني كوا كبريا هبين كودي او كبحيي اني ادحيان الهي سبحانه وتعالى يغ الركوعية الهي سبحانه وتعالى يغ السجود سن الهي سبحانه وتعالى يغ اتاغن سيدا او الله سبحانه وتعالى او قران كو شيغي مركا الامام الطبري وحلي وحي كدحيان ركوع يو سجود يو قيام يو قراءة قرآن بهبين كودي وكبحي إيه دعو إيه دعي سنيان وإلهي سبحانه وتعالى بريان إنهاز وحي أنيق إلتا القرآن كإني قفكو هدو آدو قلنا قضو وأركا يو على موين وقرآن كجرت أو أه هبين كا يددك مؤمنين تا رقي يدو مربا وحاكا دحي علاقو قارة علاقة سوء أه إني هبين كي إلهي بريان أرنكا سوء حبها هي جهاد حبها هي الددال حبها هي النف برد حبها هي النفط أولا لدريره حيلتها هي أرنك أصداد قرآن كذب ونقطة وناجيسة إيوه نعمدي سواح بدن آيات كأركيسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام قارك هذا دين النقطة إيوه سيد وجدي جي النبي عليه الصلاة والسلام وقفوا إنه قيام الليل ككتقه أما ونبع النبي عليه الصلاة والسلام أما داء بيجي سنولشي سوسي أهيد هذين واحد يركفير إنه
نبي عليه الصلاة والسلام سيدة أبو هريرة أكورنا يوحليه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إمام مسلم يا أبو داود يا نسائي ويورنية حلي النبي عليه الصلاة والسلام رمضان كدب صون كوحا وفي عبشة محرم صلاتنا فريضة كدب مدة واجب كدب صلاة الليل كأيا وفضل بضان. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سيدة أكورنا يوه نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان شو شاغني وابن مالك وشاغي إساقنا وكوري النبي عليه الصلاة والسلام إنه الله سبحانه وتعالى قرية جنة أبلن قاضي دتك هبينك صلاة كذا. جابر رضي الله عنه حديث صدحات وحن نبي عليه الصلاة والسلام كورنا يا سيدة صحيح مسلم كوغران وحيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل هبينك وحا كل حجرته ساعة ساعة كل حجرته لا يوافقها موافقه رجل مسلم قف مسلم موافقه يسأل الله ويدي سنية الله سبحانه وتعالى خيرا خير ويدي سنية من أمر الدنيا والآخرة أرن آخره أما أرن الدن إلهي ويدي سنية إلا أعطاه إياه نعم ذا سبحانه وين قفك مؤمنك وحوه هستا هبين والبا قبضة مؤمنة دا وحوه هستا هبين والبا إلهي سبحانه وتعالى ساعد كجرت وقتي ساعد ووقتي ما ساعد لحدا كالدقيقة إنو نقانو ساعد وفترة من الزمن وإن قنكرتا وقت كدير وقتك يعني ساعد إنو أنقان أو لحدا كالدقيقة أما وإن قنكرتا كقابن يعني ووقت هبينك كمدا أو إلهي سبحانه وتعالى قف كست أو مسلمة أو وحوي ديسنا يا خير الدنيا آخرة إلهي سبحانه وتعالى إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة هبين والبو ساس درتد ولا ليا أي النبي يدي يضطك صالحين تأها وحي أهد عاددودو وقت قاس إني إلهي وحوي ديستان وحتى ما لنت وحي لا دعا هبينك يود بلكتانو هبينك أي ديستان مركة أولي هاي نبي الله يعقوب أولادي سأيدهن يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وحكويري فسوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم علم بضاني وحكوف السرين وحكويري وإذن إلهي من دم الدافي دين ويدين إياه يعني هبينك مركة عن أسوة توصه أو صلاة الليل كأيتهاي أو وقتك إلهي سبحانه وتعالى سماء الدنيا أسوة دقو إلهي سبحانه وتعالى أو وجيب يصا عدها ودتك مؤمنين تاع وألا سبحانه وتعالى إيجيو كو أسوة جيدة وأجيب يو وقتك أصلا إلهي إدين بريايا بعلماء القاركوت كوفة السيرة سيدة صوكرة وقتك الزكريا الملعان تأوها إلهي سبحانه وتعالى أبريي وعلماء القوت المامة إنه أها وقت صلاة الليل كيسا إيوه محراب كيسا سواء كنت كان يسا مساجد كيسي أما ماشي إلهي وعبادة السنيين إنه إلهي سبحانه وتعالى نداء عن عيدنا وحبك أغين إنه إلهي سبحانه وتعالى أويرتي وكان إلهي سبحانه وتعالى نغشكي سوى إلهي أبريها بينك كاف هيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا إلهي سبحانه وتعالى يهرتاقين ذلك مؤمنين تامركا وحليه هبينك إن إلهي لشوران هبينك إن إلهي هرستاقين هبينك إلهي حاجات كوضا أبنكتان إلهي سبحانه وتعالى عب سيدا إيكا قبان نارتنا إي ويديستان إنو كم يقنقليه نار جنة سيدا يرجيني إن إلهي سبحانه ويديستان وحا كستأو خير الدنيا خير آخرة وقت قاسة إلهي سبحانه وتعالى هرقان إلهينا سبحانه وتعالى واجيبه قفك مؤمنك وحريرك توسك هست سيدا يبو أنقون كرا قف قوان سيدا يبو أنقون كرا قف حريرك إلهي سبحانه إلا إنو يسوي يا قف محرومة أو محرومة أو إلهي سبحانه وتعالى حريرك يسوي أو أن للهين حرير إنو نقضوا ما هين سيدابو النقون كرا سيدابو النقون كرا قف قوان قفك إلهي سبحانه وتعالى حريرك صلاله إلهي سبحانه وتعالى أن حريستيسا وقتك أوفدين أيو رحمات كيسا إلهي سبحانه وتعالى أوسين أيو أي قف والمؤمن أفرا هدا كجار وهدي هذا هرؤ سمين جرتنا الحمد لله رب العالمين ده هدا أنا سمين جرنا عادد هذا أنا أهينا قوي مع صدى يوحى كسو جده يهبين كي وحى أتكسو وقتك أقول من إيش إلهي سبحانه وتعالى هر استاك وإلهي سبحانه وتعالى بري وإلهي دنت هذا أشيغو الملآن هدا تاي أشيغو علم الآن هدا تاي أشيغو تبريران هدا تاي أشيغو قرقار هدا أبا هانتا ورصو عيد هدا كبقيسو ويديسو
حاكا ارتاقن هبين كينا إلهي لفقضه وإلهي حاجده أديبته ساسي يلجرين تدك المؤمنين تها إلهي سبحانه وتعالى سنة وغشاقين نبي عليه الصلاة والسلام سيئة حال كيسو هبين كيس ديبوها عائشة رضي الله عنها أيان كور سنين إذا نشيكيس أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وحيلة هاي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبا ويمي عبد الله بن أبي قيس ليراضو رضي الله عنه قالت وحي كتري قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل نيهو هدافن قيام الليل قيام الليل هدافن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه نبي عليه الصلاة والسلام كما تجرين بيتري وكان إذا مرض حتى هدو حنون صدوه أو كسل أما أحوغ عاجسه صلى قاعدا سقف فرديه بتكون جريها بينك حتى صلاة النافلة أنا ويفرنتها هبينك إلا تكون كرة أعضاء فرديه إمام دا أبي داود بكورنا إياه سنان تنسى نبي عليه الصلاة والسلام من كان هبينك تكون وكدقي وكدقي أو حكويري عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله عبد الله يو لا تكن مثل فلان هبل أوكلها النقن كان يقوم الليل فترك قيام الليل هبين كيبو تكن جريو وسك تقيمة وسك داي إمام بخاري مسلم باورينا يعني ننكا النبي عليه الصلاة والسلام دليل بؤسو جيدين يا أدك أو أه إنو هبين كي تكن جريو كتقي ننكا نوح الليل هلا من نقن هبين كي النبي عليه الصلاة والسلام سيء تكن جري عبد الله بن عباس أن ويدينه رضي الله عنه وحلية بيت عند خالتي ميمونة هبريتي ميمونة أيان هبين لبريي والنبي صلى الله عليه وسلم عندها هبين كلتن كذا بيئة هيدو حاسسك النبي عليه السلام مدام كم إذا هيد فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام وحلو الرمي مع أهله حاسك سيبو عبار لشكيستي ساعة وقتي ثم رقد مركز الساحضي فلما كان ثلث الليل الآخر هبينك قيبتي سيدما صدح ميرادو ماشي قدما يسي مركي أهيد أو بعضه أما قيبتي سكمدة قعد فنظر إلى السماء وفريستي النبي عليه السلام سبودي وفريستي فنظر إلى السماء سمدو آغي النبي عليه السلام قريو قريو يرير بأهيد إريد الله صحبه مركيبا سمدو آغي مركزه آخري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أيضا سوء أخرية النبي عليه الصلاة والسلام حتى ختم السورة سورة آل عمران خواتم كذا إلى أختمي ثم قام إلى القربة مركاسو قربة كيبو تقي بيوك الشبطي فألق الشناق أفكاذو فري ثم صب في الجفنة ويسنجري أيو كشفتي كلاحي بيو كشفتي كلاحي مركز قاطي فتوضأ وضوءا حسنا ويسأت ونكسن قروح بضا أيو ويسست النبي عليه الصلاة والسلام لم يكثر وقد أبلغ فقام فصلى مركز استاغي وتكذي فقمت أنا قلنا وان استاغي وتوضأت وان ويسستي وويلير كوريا تمنجرة مركز أنا قلنا ويسستي فقمت عن يساره بدحيسان سو استاغي بدحيسا ما هو قرنين بدحيسا سو استاغي فأخذ بأذني دكتي دو قبطي أو إسو قبطي فأدارني عن يمينه مدكتي سو إكياني لن عيسى مدكتا أي النبي عليه الصلاة والسلام سترتيبه وسو استاجي ويلك صلاة الله براي صلاة قيام الليل دكتك ساكو سو قري محين قندونا مبارك الله فيكم عن يمينه فتتامت صلاته فتتامت صلاته وحكول ما استرنتي وصلاة اسكت لما يسترن أي كل ما تي 13 ركعة صدح يتمرك عضاد صدح يتمرك عضاد أيتو كذي النبي عليه الصلاة والسلام ثم طجع مركزه لنعا لقي ودولك حوغا يرسحدي فنام حتى نفخ وصحدي إلى نفت سعي صبحده أما قردي سعي صبحده وكان إذا نام نفخ هديه مركز صحدنا وعلى مغرد جري نفس كيسا أما قردي سعي فآذنه بلال بلال أيام مارت مركا صلاة فجر وقوي من النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ولم يتوضأ
يعني وكع النبي عليه الصلاه والسلام صلاه دي بتكدي يعني النف ايا مارته كسبعي صلاه اد او مارته هردد وما سيحن خوغا ير او نسشاء اي مارته النبي عليه الصلاه والسلام ان ير او صلاه الليل كي افوديس سي اوغو ديار غرو صلاه دي فجر مرمر نساس ويل جرى النبي عليه الصلاه والسلام انو دينا او سيخدو صلاه الليل كا مركي او كدماده سي خوغا نسشاء ير او نوقتو او مارته صلاه الفجر كا او سن نشاط له او تكدو ولم يتوضأ وكان في دعائه دعوي لي سمركو بحي وقرية كبحي وحكم لها اللهم اجعل في قلبي نورا إله قلبي جيجا نور كيال وفي بصري نورا إنه هيجا إله نور كيال وفي سمعي نورا دقه هيجا يمقل كيجا إله نور كيال وعن يميني نورا مذك تيد إله نور دك وعن يساري نورا بذح تيد إله نور دك وفوقي نورا كركيجا إله نور دك وتحتي نورا هوس تيد إله نور دك وأمامي نورا هر تيد إله نور دك وخلفي نورا قذاش تيد إله نور دك واجعل لي نورا إله نور إيال الله سبحانه وتعالى نور يصير وزاد بعضهم وفي اللسان نورا عرف كيغا إله النور صار وذكر وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري انت أصبح والله حسي يضنا روايتك لنا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وفي أخرى لمسلم إمام مسلم روايتك الولية اللهم أعطني نورا إله النور يصير انت النبي عليه الصلاه والسلام صلاه مركي وصوبحي ايو سيده اوو دعيسناي ولا ليال waxaad arkaysan marka jidka uu jideeyay nabi kaleey salaam salaam ashaabtiisa iyo salafkiisa iyo ummadiisa wanaagsan sida ay tahay in habeenkii ilaahi bariyaan oo waqtigaas oo kale oo haadi ah oo degan oo dadku aan arkayn allah subhanahu wa ta'ala aad ugu xirnaada wuxuu leeyahay habeen kale to soo ka waramaya إنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أيو سيحضي فاستيقظ نبي وصوكعي فتسوك وتوضأ ولو ديارين جري نبي عليه عضي جيسا انتانو سيحانها بينك عشاء يا ميلوسي ديك جري ويسدي سنة ميلبا لوسي ديك جري تطكي صالحين تأهايو كدمية أصحابتي وردنا ساس أهايانو هبينك ولو ديارين جري انتانا سيحان أي عضي قوضة يو ويسدو ده يو حتى قاركود وحي ديار سنجرين دار آذو قروح بضن او ايقشتان مركي صلاة الليل كتوكان ايان وحالا شاكا تميم الداري انو ثوب كو يبسدي كون درهم انو ثوب كو يبسدي سيوها بينك صلاة الليل كلي وقوتو كذو او مارت الهي سبحانه وتعالى وقور استاغو سيدي اقو مارت الددال الجرين مركا وصوكا عي ايو آيالها اخرية سورة آل عمران حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما الركوع القيام والركوع لبرك عضد أيوتو كذو آد أدير وانقرنا إنا هبينكي النوعية وهي صلاة كلالك قارك لبرك عضد كل دير هذا أو شن جزء كتو كذو أفر سورة دو أما صدح سورة دو ويستبرده أيو كلالك قارك كتو كنجري كلالك قارك ودنا وقو قنجر تمرك عو قوية طوان صدح هي طوان أيو تو كنجري كلالك قارك شرك عو ويسكو حررسان مركا أرنكاسنا وحا قاعدة صلاة الليل مثنى مثنى بوين نبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل كو والله واللبو لبالبو دوتو كنيسة فإذا خشي أحدكم الفجر هداد كبغضو واقي إنو كو برينا هل ركعو أو كو وتر كو نغطة كتوكو أيوير النبي عليه الصلاة والسلام هبين كالنبي مركا ساسو أها سيدة عائشة رضي الله عنها يكو رميسو حديث كلام كسو قتمينا هبين ليل كيسة سو أها النبي عليه الصلاة والسلام نين أيا ويدي عبيد بن عمير ليرادو نبي عليه الصلاة والسلام هبينك سدوها لعائشة قال لعائشة رضي الله عنها أخبرينا بأعجبي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحي وقويا بدنا وقد كاركت نوشيك مركا سيتري عبار بي آمستي عبار يا آمستي عائشة رضي الله عنها وحي لا آمستي النبي عليه الصلاة والسلام سوحي سوسي أي لا آمستي فسكتت ثم قالت مركا سيوحي تري لما كانت الليلة لما كانت مركا أهيد هبين من الليالي هبين هذا كم ذا قال وحير يا عائشة عائشة مركو قرق يمي ذريني أتعبد الليلة لربي إداف ويرعاو أن إلهي سبحانه وتعالى أعبادستو يعني حقاقي أضلهي إداف عاو أن إلهي أعبادستو قالت حيتري والله إني أحب قربك رسولك الله كل وان شهك وان جعلها أحب ما يسرك وحي كفرح قلنا ينه وان جعلها هذه صلاة كفرح قلنا يسو وان جعلها وحبك من قبل قالت حيتري فقام أو استاغي فتطهر مركاسو ويسيستي ثم قام يصلي مركاسو ويستاغي إنو تكذو النبي عليه الصلاة والسلام قالت فلم يزل كما أزول يبكي إنو أويه سوى تكنية حتى بل حجره إلى ربتيسا أي أهنتي سبوحيسي النبي عليه الصلاة والسلام قالت وكان جالسا وفدي أو فجلس يبكي فلم يزل يبكي كما أزول إنو أويني عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته إلى بركيسا أي أهنتي سبوحيسو قالت ثم بكى
هذا هو أوي حتى بل الأرض إلى دولك أبوحيه أوهنتي سؤال عليه الصلاة والسلام حتى بل الأرض. فجاء بلال بلال بايمي يؤذنه للصلاة صلاة يسقى بلال وغورهم النبي عليه الصلاة والسلام وأوشري صلاة فجر للسقار. فلما رآه يبكي مركو أركي النبي عليه الصلاة والسلام أويني قال يا رسول الله رسولك الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رسولك الله أويني سا أدقو إلهي سبحانه وتعالى ذنبك يهر يدنبك دنبك أودافع سبحانه وتعالى. قال وحير أفلا أكون عبدا شكورا ميانا أهانين أدون إلهي أم هذه هدي حتى لإدن بدافي. لقد نزلت علي الليلة عاوحة يوسو دقي آية آية بيوسو دقي ويل لمن قرأها وحوهوغ ليه قفكي وحوهوغ لي قرأ أخريه ولم يتفكر ولم يتفكر بها أو أنكو فكرين مركاسو أخريه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آية دي كل قد أيو أخري ابن حبان في صحيح يكوري. والحديث حسنا نبي عليه الصلاة والسلام مركب على يهبين كيسو صاصو أها صحابتي سو سيدة أهي إيقنا سيدة صوكالة أي أهي معاوية من قرى وحلي دخلت على الحسن حسن أيان أصوى قلي وحسن البصر التابعية وهو متكي على سريره. فقلت وحاني يا أبا سعيد أي الأعمال أحب إلى الله أعماش محايلة يقول عليها. قال الصلاة في جوف الليل والناس النيام. وعن الأوزاعي يسون التابعية وحليها بلغني أنه من أطال قيام الليل وحي سقارتي يعني أما كتبتي وأما علمه إيه سقارتي من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة. وفكي هبينك هبينك وفكي سجدة وصلاة سجدة خفف الله عنه يوم القيامة ما لنت قيام إلهي سبحانه وتعالى وفضية. عبد الله بن أبي الهذيل وحلي قيام العبد في جوف الليل إلى الصلاة هبينك سجدك وصلاته واستاغ غفك نور له يسعى بين يديه يوم القيامة نور بؤيه ما لنت قيامه هقامين الظلمات كمرك اللي تشوفه أيه هقامين يزيد الرقاشي وحليه بطول تهجدي تقر عيون العابدين هبينك سجدك سبضا أيادتك عابدين تاهي أي أدج عليهن أو أحوست أوج عليهن وبطول الظمأ تفرح قلوبهم هرات كما لنتينا قلوبته ضيئك وفرح ذا وحليه وكيع. حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون آيات أمركم في السري وحير كانوا قليلا من الليل ما ينامون همين وحير بيسي حنجرين وحلي ابن عباس رضي الله عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سوى كور رمية كانوا قليلا كانوا قليل قل ليلة همين ويرى بهم إلا صلوا فيها ويتكجرين أصحابته. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية هايد بسومر جري هبينك يسوى صلاة التكنية سيدة لقاء ورمي سورة الطور يسوى هبين أخري أخرينية والطور وكتاب مسطور أما وحو مغلى قف أخرينية في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع آيات أمركم مغلى يقولك كل عي مركا سالقا يقولك يسوتكي أياما لسوب وقنية إنو حنون سيئة لهم ليني حنون كاين وحو آيات أولا حنون صدي كلية أيا أهد وحلا حنون صدي رضي الله عنه. مركا أيام أن أيام لسوب وقنية وأن لأقين وعلى حنو صدق إني تهي عذاب إلهي سبحانه وتعالى سوء يقب غيه نبا وحكوية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورأى لي الوحي الله إنه هرتاق وإنه أقان محاين نقو هرتاق قيام الليل قيام الليل محاين نقو هرتاق إلهي سبحانه وتعالى محان والله أنا هاي إنا خلو الله يلم همينك وأنا همينك لور أنه الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود أيام لويدي يسوء أشاس وحويري نبا وحكوية ما نستطيع قيام الليل هبينك وانسوك عكر لا أنهاي قيام الليل كنا وانأود عكر لا أنهاي مركزو حكويري أقعدتكم ذنوبكم ذنوبتي إن أيام ماشي إن دكتي ويري نعم ذنوبتي إن أيام ماشي إن دكتي وحكى لأوقف كوريست أيام ماشي إن أنه هين ذنبي جيس إن الرجل لا يحرم قيام الليل بذنب يصيبه ذنبي أو قلي أي قيام الليل كأولوين إياه صلاة فريد وكتغي أما حران أو أيو لوين يا قيام الليل كي أما حران هنا أيو لوين يا قيام الليل كي أما هذا الحن وقاضي أيو لوين يا قيام الليل كي. وحلو يدي حسن ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها تتك محيه تتك وقروح بدن وجه قد وقروح بدن يعني. قال وحيري لأنهم خلوا بالرحمن
ألا سبحانه وتعالى أي لك للنقدين فألبسهم من نوره نورا مركز وجهه إلهي سبحانه وتعالى نور هو يي ساس لي عبد الله بن المبارك هدي هبينك ومقد النقضه مركز يستاغي يعني ألا سبحانه وتعالى مركز هبينك قدومي إيقو ركوع سن أو سجود سن مركز أيدتك أهل الدنيا ده أهي أما دتك أدونك مركز يهرد قرر عليهن أو يهرد ذلك جران سيداس أيها حال كونه وحن كسوا ختمي سيدابو أها سلفك القرآن كسي هبينك وكوك عجرين وحوي يعني والله يا بيسا نبي عليه الصلاة والسلام إنه سورة البقرة هي سورة آل عمران هي سورة النساء هل ركعوا كتو كذي أرن كاسا نبي عليه الصلاة والسلام كدي عجرين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مركا هبينك قرقي سلا صومرو أصحاب تقار كود ويدقي سنجرين شام مركو تقو أماء تقو يمن ساسو كلي ودقي سنجرين هبينك قيام الليل كيس مركا يسوي مادين إساقا يوم عاد من جبلنا وحي سوار صدن هبينك سيدي هذي قيام الليل كاو أرماسي كشيكي سنجرين القرآن كهبينك قرما آخر ذا عامة الصحابة وعامة السلف قرآن كوحي أخرين جرين همين كبير أخرين جرين صلاة دين كو أخرين جرين وأنا مدى أود حيسا إنك إيا قرونتا إنك إيا إنا أود حيسا ووحا إنك إنو خلافك إيا دبك إيا دنبك إيا كالتك إيا إسنعيبك إيا صبر لعانتا إيا وحا صوتنا عذر هذا صوتنا إنو إنك إنو قبضيهين إيا إنا يقوي رايين صوتو وحي تهي قلبي قوضا إيا آخرك حرمي جنة الدلف كيضو كحرمي نارت عذابته إيه كبقدة ذو كحرمي هل كاسيب كحرناير هل كاسيب هبين كحرناير ساس درت مالنت اسمه دجال يجرين أنا أقول لكن هبين كني بعيا هبين باس هبين كني وهبين باس هبين باس مركو نقض مالنت نيبو رات كوي يشوف مالن باس من نقض الله استدقاله حد عاي نك إسلام تسمه شين كران ويلكي أو ولا كسمه شين كران لا والله صاحب قام ولا لا مه شين كران سياسة لقومه شين كره وحول لقومه شين كره مسجد حتى لو واحد لو يشين كلام مجنان صوت محيطها ضدك هبين كذا هبين باص نقضي هبين باص مركو نقضينا قلبي قاضي بقلالي قلبي قاضي مركو قلالينا الله سبحانه وتعالى ملك أبا أيان يملك أبا أيان ضنك ملها على قش يا أبو إسحاق السبيعي وعهنن علماء دي سلف كذا حديث كذا كم ذا هاي وحجري وحلو لو يدي شيخ أبو إسحاق ومحاك أصفه هريبة لي نوينه دقة هذا النقطة هذا يعني أدب عد النقضي وهبينك حتى إلى الاستاجيو ما استاجي كريجرين سيكل جيز مركز وحير والله تبرتي وعد مات لأن يرى نمنا واتكتي هدا هبينك كمت كنكرو إلا سورة البقرة يا على عمران ما هنا وحكى لكم كمت كنكرو أبينك وحكى لو أنا خلين كرو ما لها بيرات مركز أنت لا استاجيو أي كرلو قاضي لبلا قرب لقى قلم قربها لقى قلم الاستاجينجر مركز وآد قماتي واستاجنا ما هو الركوع عجرين بالي إلى سورة البقرة وختمه سورة البقرة مرق وختمه بالركوع عجري عباده ظهور تساس عيد دمر كلفتي وهذا تساس عيد قبر صالح حدا قبلها سكم ذا أيان نينك هذا هبينك هراتك ولي فطين مرق عزيز تري وركك وحا إلهي سبحانه وتعالى يا ملائكة سبك حشودين وضدك صالح انت كحشودين خورة هذا بدن بلقى حشودين بيتري ككع ككع أو إلهي سبحانه وتعالى أتوكو مركز هراتي أنت كل فطي أيده صلاة دي تكنيسة أي سجن صلاة دي أقعسي سدا سيهبينك إلهي كود بريين واحد سوي ديننا محا كوسة هلية إن أكوك عضو أولا ما لنتي هرت إلهي عاصن ومعصية معصية إسكدو ثانيا ما لنتي إسكدو إن القيلولة القادة أما وقت ير أتكسي حتى ولو نص ساعة من ربع ساعة سي هبينك إيوه كوترتو ثالثا هبينك قرهر إن أصيحته رابعا أهرنك أفراد وحوي إن هذا هبينك عنت آضو علص آذن وقت قد سيحانيس آذن عنين سيين هبينك كاقباهن صلاة دي إيين سادسا وحوي إن نيستو إن تسوق عيسو حتى نيادة سبا إلهي أجر كوسين إياه أرنك الشناد وحوي أما اللحاد إن وقت وحك سوق عيا آسا ميستو أما عيد يعني مارتك سوق عيسا أو خيرك جعل ساسوك لاتو أما ساعده يوحياله لبحسده إن تكتلك شو أرنك تدواد وحوي إن أخرضه سيردي يسلفك رضوان الله عليهم سيدي أكو عجرين أما هبينك ودسيده وأها إن أخرصه كتب التاريخ ذا سيدا يقول قرنتي أو وحبنا أتكاخسه أرماها صدا وحكينية إن الله سبحانه وتعالى كوف الضيئ أو شيطان كعلي أو الله سبحانه وتعالى أكسوك عيو نن أيا ودي حسن البصري رضي الله عنه وحكوير حسنه هبينك مسوك إكرا سيدا يلا وحير ما لنتها عاصن سيدا كسوك عنا يا هبينك إن شاء الله تعالى مركا وقتك هل كان سكونا ماضي إن شاء الله تعالى وحن إلهي كبري ولا ليال إنه نقدر قوة إلهي سبحانه وتعالى حرير له حرير قارنا له إلا سبحانه وتعالى بريه ساعده إلهي سبحانه وتعالى نزولك سيهبينك وأنا وقتي أنصار نقنين أو هدوك الضعفو
تبان كوكو صو نقونين وي مر صو نقونين مر دنبه هبين والبنا هدي أدمار سيفي عنو كعضو حتى علوه دو عيدة هبين قدمو الله سيها الله وعلا ورنكاسو نفي عمبو أما قفكاسو قفي عمبو هاي وفضو إذي أدونا أو هبين يهو هبين يهو هبين فضوط أنقو أي إلا حتى هبين ندي أي إسوكا ماركتي دردار ميه إمحاي يلي وحنا لما خلق إلهي سبحانه وتعالى ويؤ مرخاتي ما ننتقي يا مكون قنية مركا إني نكود دالنا مدة وقدم بيسة ودكتنا أن كحرة يوحى وي إلهي سبحانه وتعالى أنت أنا الصلاة واجبين وصوم كواجبين وجهاد كواجبين وأمر بالمعروف واجبين والنهي عن المنكر واجبين وحاصر دن فرائض أنت أنا واجبين أيها الله سبحانه وتعالى قيام الليل كواجبية علمتنا وحي إلى صوت وحى وي محاي يلي بني آدم كان قلبي قيسها دان لها جاجن وحبوا ما هجاج كران صار درت أي أولا أي سودك تي أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا آيات كمكة آه يا كأه الله قيام الليل ك كدب مدينة مركلية يوضتك ديار صن وقلوب توضى إلهي سبحانه وتعالى أصفي عن سو جلعي للسو تربيي قلوب توضى لوحري إلهي سبحانه وتعالى أي مركة تكاليفتي يا الدنيا دي لجسي دائنا حكمان مركة سي قلوب إيمان كبعده أي كحكمين الدنيا دي لكن مركين إنه الدنيا دي كحكم قلوب خاوئة مالو الواسك قهر إيماننا الدنيا دي واسك قهر ضوء إيمان إساء نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم إلى كل خير إلهي وحنك برينا نقي ولا عليه مسلمين توين ونودم بدافو ألنا سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ونقدر قوة هذا الكدير يستكيس ونحسن الرعاة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا واجبر كسرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك الرضا يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك أن تذيقنا لذة الليل وعبادة الليل إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات صلى الله على نبينا محمد.